ودي وال الكحكايه دي خد، وانت كمان هات البسكوته دي خد يا وال، كل كل ورم عظمك يا وال. هو يعني العدل مين غير ليك؟ وما كنتش تاكله مين اللي حياك؟ قرار يا روح امي، هو المال كان مال اهلك علشان تقعدي تبعطري لي فيه يمين وشمال؟ ومالك يا اختي عماله تعددي لي؟ حسستني القيامه داخله عليا في ايه؟ استحفيزي، أنا والنسوان من صباحية ربنا تهرينا وتفرينا واتكواني، نعيد بقى في وسط عيالنا؟ روح، وكل سنة وانت طيب. وانت بخير. عدي عليا بكرة عايزاك. عيوني يا استحفيز. يلا يا بيت، يلا يا بيت، يلا يلا. وانت يا روح أمك رايحة فين؟ أنا رايحة معاهم، هعيد مع عيالي أنا كمان. أنت لا، وراكي شغل، تروقي المطبخ وتلمي الحصر وترشيهم ميه وتفرشيهم علشان عايزه الشمس تطلع عليه. ايه ايه؟ امال ايه يا فاطمه؟ اشهلي واسمعي كلام ستك حفيظه عشان تروحي تعيدي. يوه، يجاتك ايه يا فاطمه؟ انت لسه هنا يا بيت؟ يا بيت تروحي لجوزك وعيالك، ده بكره عيد. جاتك ايه يا سلفتي؟ ما تسيبيها يا اختي تروح تعيد زيك، ولا انت خلاص نسيتي الحكايه دي من زمان؟